تستاهلون الرحمة، تستاهلون الرحمة، ومبروك عليكم الرحمة ما شاء الله تبارك الرحمن. قالوا وقول الله حبدأ. سبحانك يا رب، ما زيل الدنيا يبوك من عقب المطر. اي والله لا إله إلا الله، سبحانك يا رب، ما زين النظافة. كان شيرة ولا يدعن خلا ولا أرضية ولا صبية ولا يدار بيت ولا فلة ولا بناية، من عقب رشة المطر والغاب في الشوارع والنخيل يتبهلل كل فرحان اليوم. سبحانك يا رب، سبحانك ما أعظم شأنك، ما زين إلا النقيان والنكاكيد والطعوس واللي بال تزهق تخوز عنها هيك الغبرة، تخوز عنها هيك الغبرة. يا الله يا رب تخوز الحقد والغل والكراهية اللي في جبود حد من العرب. يا الله يا رب ما أدعي عليهم، ني أدعي لهم إنك يا رب إنك تعافيهم من اللي فيهم. كل إنسان في جبده قيح وفي جبده غل وفي جبده كيد لأي إنسان، إن كان لدولة أو لشخص أو لأخو أو لأخت أو حرمة ريل، يعني إنك تغسل جبودهم وتغسل قلوبهم من هالقيح يصبحون بخير وسهالة. والله من تعقل اللي في خاطرك، من يطيح اللي في راسك تاز مهنمونه، تتبهلل بكبر كتلك من العافية والصحة. لأن النكد والكيد هذا يظهر على الوجه، يظهر على الوجه وعلى صحة وعلى الخاطر، وتلقط يا الإنسان دومك متكدر ودومك مويل، والسب الشوف إنك شال خاطرك على زيد وعلى عبيد وعلى فلان وعلى علان، ودومك ناقم العرب، ودومك مويم، ودوم هذا ما بيعزلك، ودوم هذا ما بعدل. حرام لتعيش حياتك هاي الطويلة كلها عيشة نكادة وعيشة غربال. ما شي شرات العيشة اللي تصبح الصبح من عقب ما تذكر الله، ولأنك مرتاح، ولأنك ما تفكر لا في زيد ولا في عبيد، ما تفكر في فلانة وفي علانة، شو سوى وشو ما سوى وشو وين قضوا وين مضوا، شو دار بينهم، شو ياهم. والله يا ابوكم يقولون الدوليين من راقب الناس ما تهمن، لكن قبل مرحلة ما تهمن شو يستوي؟ هو بيموت همن، ها تحرون ما بيموت همن، بيموت همن وغمن بعد، لكن قبل هذا شو بيستوي؟ الحين بخبركم بالسناب الجاية. قبل ما يموت همن وغمن بتلقطون تظهر له علامات. من علامات هذا اللي بيموت همن وغمن هذا من راغب الناس، لأنه راغب الناس شو بيازم حالته بيازم يرثى لها طول حياته، تلقط متزقرت وداز بالحيل كله. لكن من يدخل عرب آزمها يا غير بنكة، تحيدون هالبنكة اللي اللاسية هالي تفتر هالنمونة، تفقد كل كبيرة وصغيرة في بيوت العرب، وعندهم شو عندهم شو ما عندهم، شو ياهم شو من الكلام، شو دار بينهم بين مدراهم في الدوائر، شو دار بينهم بين إخوانهم. يبى العلوم، يبى الأخبار، يبى القال والقيل حق يسير ويشيع ويذيع، ويازم ما يتمنى لك الخير، يبى يعرف. بنفرح لك؟ لا، هو ما بيفرح لك، بتفرح لك هي، ما بتفرح لك هي، بتجي دلج لأن هاي في كبدها قيح. هذا من صفات اللي من ما تأبي، من رغب الناس ما تهمن، من رغب الناس ما تهمن وغمن، وكان قبل ما يموت بالهم والغم بتظهر عليه علامات. من العلامات الويه دوم عسر، الويه دوم عسر، تحرر غير مغضوب عليه ولا الضالين، غادي الويه مظلم من قل طاعة الرحمن، من قل يقولون ما لا يفعلون، يتكلمون بالكلام الجميل لكن داخل قلوبهم غل ومرض ويهد، داخل قلوبهم غل ومرض ويهد. يتفوهون كلمة لا إله إلا الله وهم الجبل ما يدلونها، يتفوهون بالاصدقاء وبالكلام الطيب وهم بحياتهم ما أظهروا حتى بيزة، يتفوهون بالطيب، يتظاهرون بالمريلة وهم ما يوم قربها، يتظاهرون بالحسن الأخلاق وهم أخلاقهم بينهم وبين رصدقانهم وبين هاليتهم من أخس الأخلاق في الدنيا العودة. هذا كله تظهر لعلامات، تظهر لعلامات، ويوهم دومها عسرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. هايل تلقطهم بين اللوادم، بين اللوادم، إن بغى المدير يرقي الموظف دار ودس ما بينه، إن بغى الإنسان اللي
يقدر يعطي ويقدر يمر ويقدر يسوي شيء دار ما بينه وبين اتخاذ القرار. أما بقى الإنسان يعني هاي رب العالمين شو بيسويهم هاي؟ أما بقى حد يخاطب من عند الفلانيين عذرب البنات هاي لك، أما بقى حد يخاطب يشاوروهم في عرس الريال الفلاني يا يخاطب من عندنا حطة وفي الشوش المتنجس، هاي شو مكانهم؟ هاي لهم علامات تلقط ويوهم مظلمة من رب العالمين مذكورين في القرآن مذكورين، هاي كل ويوهم عسرة عسرة تلقط الويه يدخن تلقط الويه يدخن ويقولون ما لا يفعلون. رب العالمين حاط ويوهم عليها ظلمة عليها ظلمة تلقط لابس الكندورة البيضة وناشس العقار ولا لابس هاي الحلة الفنانة والعقد اللي إلالي. شو بقولكم؟ لكن القلب في غش، السن بالسن يضحك والقلب شايل عداوة، السي غل وفي قيحة في صدو في سقم الله أكبر. لذلك الحين هاي الأول الناس ما تعرفهم، الحين الحمد لله رب العالمين كشفتهم على حقيقتهم، عرفت أن اللواد ولا بتسأله عن حد، إن سألت عن ذكر ولا عن أنت بيحط فيه أما النون وما يصنعون، بيشتري له بيكود شيء بالقون وشيء بغناش وشيء بدواري وشيء بعد بكابات، ما بيخليه مني والدرب لا، حتى نظرات عينه المرامق بالعيون هذا روحه، نظرات العين مرامق بالعيون تبربيش أثناء يوم بيسمعون حد بيحصل شيء ولا حد بيعطونا شيء ولا حد بيتي ترقية ولا بي خبر ولا بي حد بي الله بيسخر لهم حد من عنده بيولز يلسون بطريقة أو بأخرى، حتى بمرامق العين يوم بيحدون اليلسة ولا المكان اللي هم فيه ما يوحي أو أنه ما في مجال أن يتكلم، بمناظر العيون يحاول يخرب أي شيء حتى تبربيشة العيون بالملامض الله أكبر. العيون وسحر العيون وحديث العيون، حديث العيون نزلت أبوي في قصائد ونزلت في كلمات وتغنت الشعراء بحديث العيون، شيء عشق ومعشوق وخذ وعطى وسار ويو وقضى ومضى فقط بمناظر العيون، بس بمناظر العيون بدون كلام الله أكبر. أنتوا تعرفون وكم ما يبقى كلام، تنطق العين تنطق روحها قبل اللسان، تعرف ان هذا اللاذي اللي قدامك متقبل انك ولا لا، كلامها اللي قاله في حال وقت تتكلم كلام اللي قاله هذا حتى لو جميل حتى لو فنان كلام حتى لو منمق، تحس القلب فيه قش وفيه دهاء وفيه يور وفيه منكر. هالفصيل من العرب لول هو هواهم، لا حد كل ولا حد شرب ولا حد عاش ولا حتى يستكثرون على الآدمي، حتى النسخ هذا حينه يستكثرونه، ما يفرحون للناس ولا يفرحون لليار ولا الصاحب ولا الصديق. شو بقولكم؟ الدنيا فيها العجب، واليوم أمطار ما شاء الله ما شاء الله، واحتوى مطرش اللي فيديوي أنا ومحمد عثمان اليوم نحن واصلين نيروبي يوم وصلنا ولنا صبيب المطر، الحين بحط لكم فيديو. طاح المطر من طيمه كسر حوي طيمه وطاح المطر من الله كسر حوي صباح الخير. خبر الخير. نعم. متى؟ ها؟ سر اللي طاح شيبة. شو خبر؟ أنت قول. شو ياك؟ بسم الله. ربط لسانك. دهنة. غرش له دبة. دبة. أنا أبو دبة. دي وين الفلوس؟ هذه شو بعدها كم مره راح انت تاخذ؟ ما
زي خدية عندها معاش ما بضطر. يا ربي أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا على شغل بلاش، كل بلاش كل بلاش. محمد عثمان طاحت عينه على السحوح هذه وقال تراك ما يبتي من السحر اللي جاي إنك. والله يا محمد عثمان ما يشوف شيء إلا يجاسمني. قالت شي أنا أربيعك من زمان وربيعي ها السكر شو اليوم؟ خلنا نطالع السكر، خلنا نطالع السكر وبنخبرك. نحن سوي الفحص اليوم زين، يبقى أكل هي بطنك يبقى أكل. شو تبع عاده؟ شو اليوم ريوك؟ شو حاط؟ شو مسوي اليوم؟ حمير. شوف الرابني على الخمار خمير انزين. وهذا خبز رقاق. شو خبز رقاق انزين. وهذا باجله زين. وانت شو تبى صلاح؟ يا ربي يسحوح ناطول. ها خبز تبى؟ خبز ان شاء الله حبيبي. حد التندري شات بيه باب الطلقه مسكره. يلا اوبن اول 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 توداي. صبحك الله بالخير يا شيخ. لا خلينا من اسمك، لا خلينا من اسمك، لا خلينا من اسمك يا الفلاح يا البركة يا بركة هالدار من سكن فيها. نعم يا صلاح. نعم صلاح قول الله يخلي إن شاء الله. لا قول الله يخلي الشيخ. قول آمين 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 آمين. شو شو تبى؟ No only half half from the top. Give him the top. Put cheese if you find, or peanut butter a little bit. Don't put honey. طيب شوي بحطي له. وصل 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 وصل. نفرات كل زعلان. ليش تدعم سيارة صلاح؟ مو أنا أدرب. يدي. تاني نفر. كيف تاني نفر؟ مع ورا. هي. نفر يجي ويدربوه. أنت قابل تليفون ولا شو؟ لا ما في شيء تليفون. مال هذا ما شيشة البترول طرش انت تربس التليفون. كيف التليفون يجي ما شيشة مال البترول؟ ايوه ريبورت يقول انت تتكلم في التليفون موقف. هذا ريبورت وين ريبورت مال فيديو فيديو فيديو. كيف بابا انت شوف انا هي انت واقف تبربر في التليفون واخرت الدرب وكفخت الرجال. مو تليفون بابا، ما في تليفون ولا شيء عندي انا. صراحة كان قابل تليفون ولا لا؟ معنا لا وشطة معنا. هي شلوه شرطه؟ لا لا لا. شو عيال؟ ما كلام. شو عيال خبرني. شو دراني يا صلاح؟ شو هالغصة؟ شو هاللمر؟ شو هاللي حل علينا نحن؟ هدم هذا يا له؟ هدم. صلاح قل لي جلس. جلس. هي. منو غلطان هذا ولا ريال؟ أول. أحلف. الله. الله. ما أنا خزان هو ما أنا. منو غلطان؟ أول. أسد؟ لا لا أول. منو؟ أما. دريور قول تعالي داني. ما بأسد لي غلطان؟ لا لا هذا داني. سيارة جديدة صح ما يهون أمرها. ليش نسوي؟ السبق بس. دعم عودة ولا صغيرة؟ شوية. بس لا تودي بابا. زي شو قالوا لك الوكالة؟ الحين ترى شيخ أحمد وين مكان هذا في وكالة؟ وكالة مال مرسيدس؟ ما ودي هنا هذا مرسيدس وكاله؟ هي بيزيقون توك ما ظهرنها ردنها عليهم مدعومه ما باليد دحين. ما يودي وين هذا انشورنس مال ثاني نفرات؟ لا مجنون انت. ولازم وكاله. جرانتي 5 سنين عليها. شوف هاي الفلبين تايلاند جديد هني. زين صلاح؟ ورق قلبي عبرني على السيارة الجديدة بعد ما وحد. وين؟ انا في الميم. متى بسيحك مريم؟ انا شوي. اليوم ولا بكرة؟ باشر. سر اليوم ولا بكرة بسير؟ الصبح. ماشي مشكلة. شوف 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 يوم الأحد أنا بسافر. أنت سافر إن شاء الله. بسير الهند؟ ثاني. حمد الله. يا الفرحة. نوم. إيه. هو سبب يوم ما يجوا
بيضة طماط. إيه حلو. أنا قلت لي يسوي بيضة طماط. قل لي حط شوي فلفل فيه. ما في سبب. هي هي. أربع 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 أربع. خلي شوية يجي حبيبي. إن شاء الله. أسكر التصوير. إن شاء الله حبيبي. لا. صلاح العيد. هي. تبغى بعد بيض؟ لا شوية شوية. قطعهم شوية. هي. فهم صلاح؟ فهم. ودوا سيارتكم مثل الوكالة. وأنا ما بسافر للهند. لين تذهب سيارتك. بنقول حق هل بالوكالة ذهب السيارة بسرعة. أنا بنتصل في طه بن عبد الجليل ولا بنتصل في أحمد ولا عيسى ولا كلهم ما شاء الله ما حبي خالف أقول قولوا حق الوكالة أنت تدق تليفون حق عيسى اسمعني اسمع أنت اسمع أنت بالكارت أنا أحب أعطيك رقم تليفون عيسى دق تليفون حق عيسى بن عبد الجليل قول أبو محمد دق حق الوكالة أقولهم يذهبون سيارتي بسرعة وأنا بأخذ سيارة خالد وسيروا فيها أنت مريم وسيروا خور فكان وين تبغون تسيرون سيروا لا لا خالد ما علي بودي سيارة كل وكالة وانتخذ سيارتي أنا بسافر أربعة أيام أنا ومنهل ومع عبد الله عبد الله في عبد الله بالفكاكة لا لا ما حد كذا شيء بالفكاكة الحمد لله ما في سلام إن شاء الله انت مش حرام عليك حرام سمعتوا سمعت انا بس خلاص ما انا ترمسي ولا ترمسي خلاص ما انا زعلان زعلان لا 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 ماشي 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 لازم تحبني وتراضيني قولي اي ام سوري ماي برادر طيب سوري بقول اي ام سوري اي ام سوري سوري خشمك جوالي انت جباتي بعد هاي العوين بيا بيسلم عليك بيسلم عليك ما في ريحه حرام تمام حرام احسن شو اخبار المطر مطر ما شاء الله والله زين ما شاء الله الحمد لله حق زرع رقم واحد الحمد لله الحمد لله ما شي اخبار مني من والله كله زين كل شيء زين المطر ما يخر مني من لا ما شاء الله كله ربوك مطبق اي كله سوي مكان بطل ماي مره ما ما شاء الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كله زين صراحه بتعطي شيء لا والله كذا ليش صراحه والله كذا الله خبر خدمه الله والله ما بقول انت شفت الثاني والله هذا منو شارب النحين؟ أنا أنت شارب؟ صبر 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 من شارب؟ شو اللي ود هناك؟ لا أنت شارب؟ لا لا خالد منين؟ اكبر اكبر تعال اكبر اكبر شله شله ود أنا جيب جيب دوم خربان ود لا 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 ود 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 كتر ود سلا ليش تخد يعني نحن لازم مشكارتنا أنا؟ استغفر الله منو بيودي؟ الله الله لا تعال ها تعال ما اعرف هذا الكلام حبيبي ها بس اوه لا اه ايه خلي قم تخليه خليه هو يودي يعني الحين يا صلاح بس عطيه خلاص الله اكبر ما يبى دريب لا يحرك ادنى تدوم عندنا يبقى يعني انت ليش ما تخلي البشكار هذا؟ والله ما يلوه ما يلوه شيخ هذا شيخ لا تبقى عليك ارباب هذا؟ ابقلي وليش ما تبقى يحرج ساكن؟ انا الحين اريد اعرف جاوبني الحين انت ليش ما تخلي هو يودي؟ لا ما يلوه سيارة دوية انا بس يا دوية قريب انه دوية يا ربي يا ربي عايض هاي امام متصله الو صباح الخير صباح مرحبا ايمان هلا حبيبتي ايش حالك شو اخبارك جود مورنينج جود مورنينج تو هاو ار يو مي شو اصبحتوا الحمد لله تمام وين من يومين ما دقيتي لي ايه انشغلت شوي شياك مطر
اي ما شاء الله طول الليل ما شاء الله أطار تستاهلون أطار. تستاهلون ايمان كل حد يتخبر عنك كل حد وافديتهم اي والله كل حد يتخبر عنك وين ايمان وين قلنا ابوي ايمان مشغوله شيء سويته معارض شيء مني منك شيء كان عندكم شغل هو كان في معارض الفجيرس كان في معارض بعد في دبي وكذي يعني شاركتي ولا لا في الفجيره شاركت دبي ان شاء الله تستاهل يعني ظهورك عند الخالدي فايده ولا بدون فايده اكيد فايده الخالدي تستاهلين الله يعطيك على قد نيتك اكيد يقولون لي عزايم ويجمع الحفلات عند الحريم وما خليتي بقعد تتعرعرين عند الحرمات كلهم وكلهم مسؤولوني عنك وكلهم إيمان أنت حرمة مبروكة ومستورة فلذلك رب العالمين يسخر لك الأرض ومن عليها يا رب العالمين ويعطيك على قد نيتك يبعد عنك اللي في جبودهم قيح وحسد حسد لو ما الحسد ما مات أحد الله يسر أمورك الأمور طيباتي الغالية أهم شيء اشتقنا لك والله واشتقنا بعثمان عبد الله وهدى والجروب كله وصلاح ذاك وصلاح يسمع حسك إيش حالك ما كل شيء زين الحمد لله تمام تستاهلين إن شاء الله نحن بنسير الهند ورا بكرة إن شاء الله نحن بنسير الهند ورا بكرة سيرتنا وايد غير بسيطة صغير يعني 3 أيام وبنخلص شغلنا وبرد مريم ام عبد الله بتتم هناك من عندنا من الولايه اللي نحن بنسير لها هي بتركب الطياره بتسير بمبي ايوه اوكي فهمت عليك يا مرحبا بالدرويش يا مرحبا بالدرويش حيا الله هالويه هتطل الواحد يسمع هالوي الجميل الله يبارك فيك الجميل انت والله باخلاقك وتربيتك الطيبه وأدبك وحشمتك وخوفتك من الله وصلاتك ودينك هذه هي الأهم الله يخليك محمد سلمي حبيبتي سلمي على أمك وأبوك وسلمي على أخوانك وخواتك كلهم يسلمون عليك ويسألون عنك أمي وايد وايد سلم عليك وانت يرد السلام عليها ندو يطلع مني يطالعك أنا أنا صلاح إيش حالك دبي صح دبي هي خي خلاص دبي إيمان لبنيات في بيت دبي كان بسيري لهن سارة وربيعات هناك كلهن في بيت دبي إن شاء الله هن أونلاين بيتواصلن وياك كان عندهم فاقة ولا شياته بس سيرين عليهن يسيرن عليك تمشين وياهن على هواك حبيبتي ما حد ما شيء ولا حتى دري ولي ما حد عنده بس إلا كل بنات هناك في البيت إيه جمعة بنات أحلى شيء زين حبيبتي سلمي مايا على هلج الله باي باي الله يسر امورك هذا يوم تغيير الزل زل ترتيب الجلي عليا زل وحط شال شو يجيب زل وحط شو اليوم الخدمه ما توجه كادت انهم قدموا محمد اليوم من صباح الله خير سوق زل ود نزل من الدور اللي فوق وحطه هني وجب عدل ترد عاد هي ما تقر يا بايته في العزبة ما أدري بهوي العلم عند الله والله ولا ترد في العزبة ظني بايته لكن الصبح شفت تصويرها في البيت الفجر ناشة قبل لذانات هي لبس قرات قرآن تصلي وتسبح وتيس تدعى والله تدعى العرب كلها ولا تشد الدعات لي أنا ما تشد الدعات لي ترد عادي هي شافت رغم روحها اتصلت يا مرحبا بالحجي مرحبا صباح الخير والله انك تروب ليش عادي السلام عليك مع عبد الله توني دقيتك قبل شوي ما اشوفك مع عبد الله وراك لا تخلي وراك الجامه لا تدورين ورا الجامه الله ابتدينا في الدعاوي الله اكبر عليك استغفر الله العظيم ما بقول شيء سكرناها هي بعد الشمس ساطع في التليفون مع عبد الله يا ربي هي ادي ابتدي الحمد لله يوقف
اني انت ابو ظبي وانا في دبي. ايه ولا بيلس اللي تشوفه. سلام عليكم عبد الله. شو زين فتحت الدريش لي وراك؟ اجيب عمري سود الله غير كنت بتحسسني ادري. وقسم بالله العظيم يا اللي يقرون لك في دنيتك يكذبون عليك انت. لا الله لو احط عليك ايل ما استويتي سودة بيضة بياضتك مشعشعه. هالي يقرون لك في دنيتك يكذبون يا ام عبد الله. انا ناوي اليوم بدل عمري بس المطعم بتريق ركزت. شوف اقول لك هي الحين زين. شوف الحين زين والله ما ادري هذا عندي انا ولا عندك انت. هي الحين عد ثر عندي انا. ايوه اقول لك ام عبد الله ابوك في الجنه. زين ويلي زين كني هذا. لا اسم الله عليك هاك اليوم يظهر واحد شي بعد هالنمون يرمس يشابهك ويه عود. اوكي صباح الخير مع عبد الله. شفت المطالبه والله اكبر خبل بالمطر لو لا رقيت. اي شفتك من الصبح تاب ناشق الدنيا ظلمي توني يا شاشي العرب. اقول ام عبد الله اصبحت الصبح دعت حق العالم كلها وانا ولا يابت لي طاري. صدق لا انا ولا انت ما دعين حق عمرنا والله عقب تذكرت. اي والله ما دعيتي لي بالصحه والعافيه يا ولادي دوم تعورني. بسم الله عيش هاي ريوش تعودش وانت ما تقرين عيد الله. لو صاح لو صاح يا ريوش بسوي يا ربي يا ربي بالمصايب والله يا عبد الله نكمل هالرحله خلنا الويلات رصاحي. لا بسم الله عليك ما عليك باس ان شاء الله. والله اني اليوم يا الدار في باقي يا ربي ادي حق الله ما اقول يلا بالصحه حق الويلات زين. وانا بلت ما سمعت تفطرين العالم كلهم اللي انا. الله يخلي اخوي ان شاء الله. ما قلتي والله اني ما سمعتك. بيي مطر غيره ان شاء الله. من القرادة ما بيي مطر لعسب ما تدعي لي. بيي الخير ان شاء الله تقدم الشتاء السنه ان شاء الله. بتردت الدريش انفتحت ويهك مبين كانه ويه رجال. انت والدريش هاي الدريش بلا اليوم بالصرف علينا سكري. هي زينها سكري. هي الحين عدل. يا مرحبا بام عبد الله. اقول لك يا مرحبا اقول لك ام عبد الله الحين انت الحين نحن سيرتنا اربعة ايام ليش ما تردين ويانا يوم بنرد؟ ليش تبي تسيرين الهند البمبي ليش تبي تسيرين؟ ام عبد الله ام عبد الله ها قول. نحن السيره كلها اربعة ايام بنسير ضربه وني ضربه. انت من 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 الولايه اللي نحن بنسير تبي تسيرين بمبي ليش؟ ليش؟ ودي تعرف انت حوقي ببمبي شغلي ببمبي هناي ببمبي احنا نطالع عمرك فضاحتي والله انه من شهرين بثلاث ولايات مو بمبي ثلاث ولايات فضاحتي انزين ولا سويت شيء ولا سرت اتبعهن ترى ولا... شو اسوي ابو محمد ما تشل على حد. انا احب روحي اسي اتنقل الوان اختار بكل مكان عندي شغله والله يا يا عبد الله. الناس تتنقى اونلاين وتختار وتخلص. لا لا. هم عبد الله لا الغالي انا ما تشل على حد. انا بضاعتي روحي اختار الالوان يعيب ناسي هناك عندهم اختار لان نعرف ذوق ربي عرف ذوق الزباين عرف ذوق بلادي مو باي شيء عشوائي مثل هذا المكوت في السوق. هي. أنا ما داني هذا. أنا أحب أجيب ذوخر العرب ديزايناتنا. أنت مع عبد الله يختارون أونلاين مع عبد الله من الإنستغرام من الشركات اختاري. الغالي أنا روحي أسير. الحين أنا في حيدر أباد عندي شغلة في كذا منطقة ولاية في الهند أنا أسير أجيب شغلي. تعب عليك مع عبد الله تعب الغالي تعب عليك. تعودت الغالي تعودت على الشغلة. ولا جلاب القطع هذا مكود نايف وانا ما اخذ من هني طال عمرك. انا عيبني من بعد من المصانع نفسه مختار واسوي اوردرات ومشي لهن حق من الحرمات جاي منه حد يبى شي حد يبى شي. عشان كذا انا قلت ان شاء الله قبل ما اخلص وياكم بصير بمبي كم يوم بعد بخلص شغلي وبيد الله راد ان شاء الله. كم بتجلسين في بمبي مع عبد الله؟ والله عاد انا الحين ما بقول لك لان بعيني هناك هذا. ابو عبد الله هذا نحن مخرب علينا هذا ابو عبد الله امس هذا علينا من كثر ما يصير بمبي عشقه يا خاص يحب بمبي متعدي. اي اللي يحب الدياي يحب ريشه. ايه لازم كل عبد الله مع عبد الله بيجي مني ما بخليك اسبوع كنت جزاك الله خير ما تقصري يا ربي. عبد الله رد بعد كم من يوم وبرد. هي يا سنه معراض رجل هو بيصير البوسنه وانا بصير زنجبار بعد زنجبار؟ ايه مال لها تبرعات ايه بس يخلص ان شاء الله.
باني يقول لي يميع المسايد وحافر يميع الطواء. انا اول مره اسمع بها. شو هاي المنطقه اللي بنسير بها مالتي انا؟ ايه هاي الحين ان شاء الله من نوصل بتشوف العرب انا ليش العنوه هذه. عبد الله هذا الشيء اللي انا ساير لجله اشتغل عليه من سنتين ثلاث، الحين الحمد لله وين الله يسر الامور بنصير ندشن المشروع وبنمشي الخط ان شاء الله بتشوفين لك عين تنظر. شيء مفاجاه مسوي لك يا ام عبد الله. زين اخاف الا هذا مصطلح الوزر مالك. لا قصوري تعنى حق مصنع وزره. لا لك انت روم تتخقق في البوسنه وبهذاك الحلوش مالك. اي ام عبد الله هذا الحين يا صبر والله العظيم يا ام عبد الله ينهى وزره. هاي البريسم ابريسم من استوت الدنيا هاي ملبوس الامراء. ما علينا ما اختلفنا وانت تخققت ودرت وسويت العرب صدقوا. انزين انك تلبس مثلا 3000 و10000 انك ترجع معك ابو 20 ربيه. هاي لا غير ام عبد الله ام عبد الله هاي قطن غير قنبو 20 والبريسم بالالاف وقل قطن بو 20. انا خاف بات في البلاد يسوي لنا موضه يلبسنا تلانين حسبي الله عليك ابو الجواده. اي والله غاوي ما نزلت موضه وطاحت خلق الله فيه وتم تلبس التلانين في الشوارع ما عاد. وانا شي خصني كل من جنتي مصايب سوى وزر حد يلبس وزاره جابوك طاقه انا ما اول مره اشوفها. تولت عليك يا ام عبد الله. والله انا بعد تولت انت كتبتيني لك والله شفت في التصوير هالكان ميت والله ما سر ولا ام عبد الله. ان شاء الله بتكون رحلتنا جميله وزين على طيران الاتحاد وان شاء الله بالمطار الجديد بنطير ان شاء الله. الله يتمم علينا. امين 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 توكلي على الله. اوكي حبيبتي يحبونا بيدعونا الله يوفقنا يا رب. امين يا رب العالمين. سلمي حبيبتي. سلمي سلمي سلمي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. كل ما اي اي وقت اكون برا البيت من ادخل سيد اول ما اشوف زراعتي زراعة والعيال ربهم الصغير منو راعيهن راعي الحلال إن كان حلال زراعة عيال منو ربها الصغير راعيهن راعي البيت هو الركيزة هو اللي يكون مسؤول عن كل شيء. تربيت من العيال لين كبروا تربية صالحة بيقدون عيال صالحين تباهم يقدون مميزين. لازم تكون مجتهد في تربيتهم في تربية العيال. كذلك الزراعة الزراعة كل ما اهتميت فيها اهتمام عادي بتغدي شيرة زين عادية لكن اهتمام فنان وزين هذا يكون الناتج. هذا سفرجل تين اللي تباه كله يستوي في البلاد إذا شيء اهتمام قوي. فنحن ولله الحمد في دولة الإمارات كل ما اهتميت زيادة في زراعك كل ما تميزت وحصلت فلوس 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 حاطين ابوي جوائز وتكريم وشارات مبالغ خياليه الى 10 ملايين درهم. جائزه الشيخ منصور بن زايد بالتميز الزراعي تشمل المزارع والمزارع التجاريه والعزب. في حال كنت انت صدق متميز هذا رابط وادخل راوهم التميز وسجل معلوماتك وابشر بفلوس المجين ملايين الجوائز. ناهيك عن التكريم ناهيك عن الدروع ناهيك عن الصيت والسمعة اللي انت بتوصل لها لكن ضروري تكون متميز. في حال انت مهتم بزراعك بعزبك في حلالك هذا شرات عيالك. اذا انك انت ابدأك تراك انت بتستحق التكريم. تلاحق عمرك هذا الرابط وادخل وسجل وراوهم ابداعاتك اهتمامك في زراعك وفي حلالك وشو شو بتحصل ثناء يا عيال حلال. ما حد في الدنيا العودة يحصل هالنمونة. مزارع عطونا وفلوس عطونا ودعم عطونا بس يبون يشوفون التميز. راوي العرب تميز في شو شو سويت انت شو اختلافك التميز. تعرف شو معناه التميز؟ تميز يعني اللي عندك ما حد سواه نبى ناتج شيء جديد ما حد سواه وابشر بالخير. ترى تميزك انت حينه في الجائزة هذه يفرح المعازيم. فرحة المعازيم عبارة فرحة شعب. فرحة المعازيم فرحة شعب الناس والناس كلها تفرح وتتنومس. ناموسك انت ما بالله حقك انت هذا تتنومس انت تتنومس بلاد بكبرها سمعة وصيت من وراء زراعة الثروة الحيوانية والثروة الزراعية.
هذه كلها أشياء مقومات الحياة. ما حد يعيش بلي حلال بلي شير بلي أزهار. منو يقدر يعيش؟ منو يقدر يعيش من غير ما يأكل ويشرب؟ بتاكل من وين؟ بتاكل من الخضرة، وبتشرب من وين؟ لبن وحليب وشامي ويقط، هذا كله في الحلال. وكله تميزت، عدلت سلالات، سويت زراعة، اهتميت في التشجير، في التخضير، أمورك بتيسر. هذا الرابط وعندك، وادخل وسجل أول بادي معلوماتك وشو اهتمامك وشو تميزت انت فيه، وراوهم البرهان، برهان في العين، ولك الناموس ولك الخير الكثير على الزراعة والبيع والمشترى في الحلال. هذا مدعوم من قبل عشرات السنين من حياة الشيخ زايد. ناس حصلت ملايين وبنت وعدلت وسوت ملايين من وراء البيع والمشترى في الحلال وفي الزراعة، من طماط ومن خيار الأشياء كلها. سألوا يدودكم بيخبرونكم. فلذلك الحين عيال الشيخ زايد هم حين داعم الرئيس لكم حياة زايد وسار ودار مكان عياله الحين سار على نهج اللبو، على نهج حياة الشيخ زايد اللي أمروا فيه الأول، ماشي لين اليوم، وإن شاء الله لين يرث الله الأرض ومن عليها. هذا كله خط نهج سارين عليه، الاهتمام في التربة والأرض والعادات والتقاليد، ومن أهمها الزراعة والحلال. للناس اللي تحب التميز، للي عندهم حلال، للي عندهم عزب، للي عندهم أدباش، هل بالخيل، هل بالهوش، هل باليعد، هل بالبجير، هل بالبيشان، ها كلهم أبو يشملهم. تميز وادخل وشوف انت الكرامه اللي بتيك. جوائز التميز كبيره فوق ما تتخيلون. بتحصلون خير بيكم هيل بليه تشيل. انت تميزت حصلت الجائزه، وما تميزت تراك ما بخسران شيء. معلومه وجب علي التنويه عنها، انكم انتم ويا مسافرين على طيران الامارات لازم يكون عندكم خبر. كل اكلكم اللي تاكلونه باشراف اماراتي 100%. شف الإماراتي، شف بشهادات ودراسة، ما بشف اللي أخذوه فغلوه، شف 100% على بطن وظهره، كليات وجامعات ودراسة سنين الله. الشف الإماراتي سعود المطروشي، والشف الإماراتي بنتنا العزيزة فاطمة. كم أنا سعيد وفخور فيكم. إحنا سعيدين بالأخبار محمد. الله يبارك فيك. حاضرين يا أبو محمد. حاضرين. حضرتك إحنا ترى فريق مشكل من يعني جنسيات مختلفة، من كولومبيا ومن المكسيك ومن بريطانيا. نعم. بس نحن يعني نتخصص حتى مو في مطابخ فقط حارة. نعم. يعني فاطمة في مطبخ بارد حتى يعني متخصصة. نعم. يعني السلطات وتحضيرها ما شاء الله. والأكل اللي نحن نحضره نواجه صعوبة طبعاً، تحديات وايد لما يوصل الطيارة. كم وجبة في اليوم؟ تقريباً 255,000. 255,000 بدبي بالتحديد، أكبر مطبخ في الدنيا. في الدنيا العودة. 11 ملعب كورة. كبر 11 ملعب كرة قدم. الحاضر منكم يعلم الغايب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا شيف فاطمة. بارك الله فيكم والله يحفظكم. يكثر من أبكاركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. مساء الزين. يمس الجمل على حبايبنا. يمس الجمل. بعد تقولوا ما تعرفون الأغنية؟ يمس الجمال على حبايبنا، يمس الجمال. يعني هذا كله حق ناويكم. خلاص الحين يا موسم السفر الحمر. خلاص الحين انا من تي اول مطره، وعاده انا من يظهر السهيل البس القطره الحمراء، لكن السنه لو ظهر السهيل لكان تبعته حروره وتبعته ايام شايده في فرطوبه، يعني ما خف الحر الا الحين قريب. قلت بتري المطر، والحمد لله امطرنا، والحمد لله وربنا لك الحمد، ودزينا بالسفره الحمراء عقبال ما ندز بالشال. خلاص على ما شيء سفره بيضاء الا وقت شو المناسبات الرسميه. يوم شيء مناسبه رسميه البس سفره بيضاء، الزي الرسمي ابيض في ابيض، يعني ما قالوا المصري ابيض في ابيض، ابيض ابيض في ابيض. وحينها طالت اعماكم هاي اللبس اليوم، الكندوره الخوخيه، السفره الحمراء، وهاللبس الفنانة. الله الله، شوفوا نفس الطراز ونفس اللون. أحافظ عليك أبو محمد، فنان فنان، عيني عليك باردة. ما شاء الله، ما استوى شراتك، ما استوى شراتك ولا خل شراتك ولا بيستوي شراتك يا أبو محمد. خبرهم إيه، قولهم ما بيستوي شراته، هذه ظاهرة كونية ما تستوي لك 15 16 قرن
300 سنة، 15 سنة، 150 سنة، هي تظهر مرة واحدة، حالة واحدة، هالنمونة هالنمونة رب العالمين خلجها أنها فريدة، فريدة الرمسة تنغنى تضحكة تنكلة تنشربة تنسارة تنيت. لا حرام يا ساعة أني أنا أروح يوم أشوف عمري أتفكر أشتحن بعمري، كان حد يشتحن بعمره ويعيب بعمره ومتصوق والدنيا ها الصوق شو هاك اليوم حرمة يسث بين الحريم لابس يميع الحيود وكنت قلت خرخش 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 ما حد قال هكم الخبر ولا حد حتى التفت ولا حد حتى يعني ما حركت ساكن في الحرمات المجلسات ما حد ما لفتت انتباها وكل دقيقة خرخش 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 ما حد قالها ملبوس العافية ماخذ حيولي داد مشت على حسرت عنذر عنها يا مهرة هد العيل على امه يا مهرة هد العيل شافوا عاد الحيول قالوا هذا مبارك عليك تباركتي هذا بعد هاك الايام واحد من الشعراء مشهورين معروفين فوق عن القاعدة ما شاء الله في حدا البلدان المجاورة أيام الشغل الأول ويالس في ميلس ويميع الحرمات ميلسات يلست قهوة ويلست ناموس ضرب ناس فنانين ميلسين عاد وهو هذا عاد قنعان عينه وهو فنان مملوح شاعر ومملوح وكل ما فيه زين ويلست عاد هاي شيء كل دقيقة خرخش خرخش وخرخش خرخش بالحيول تبي تلفت انتباهها وخرخش خرخش وخرخش خرخش بالحيول تبي تلفت انتباه الشاعر يا غير الشاعر ابوي ذن طين وذن عين كان يصد ويقولها لابس حيلين وتماري اي هالمنطقة بلاد حرام ينهى بلاد ما ينقص اولها من اخرها والله العظيم ما شديت هذه قبل الشوامخ وبين الشوامخ وبين اياس الفلاح شديت وين بيوت قب صلاح هذه لا المنطقة الجديدة اللي عقب شوفوا الفلاح سنترال مول بلاد من كبره ولا تديت لكن شو هناك وشو السالفة وش ييتن عليه أكيد إعلان 100% إنه إعلان 100% لكن إني أنا تعنى لين هني أكيد إن إعلان مميز 100% ولجل إني أخبر العرب ليه ساكنين في هالفرجان وهي هالمنطقة بكبرها هالبلاد طويلة العريضة دخل أنتو جوجل وشوف المنطقة اللي أنا فيها أمشي حين بين الفلل لبيوت الشعب وباني طابقين يمكن من نص ساعة ما شاء الله فلل بلاد ما زينهم ما أجمل بحويانهن وحيشانهن والقرميت وما أدري شو والأشياء مزينات معدلات تتحرها بيوت إنجليز ما شاء الله تبارك الرحمن ترى كنت أبو محمد أنت والله فنان والله فنان ولا استفاد شراتك مبين ان شاء الله عليكم مازين لا تمشي غير رمون الفلاح اللي هي تختلف حتى مشيته انت انا وظهرت شد دخلت وظهرت من شفت المكان اللي انا عاني اسبه هذا المكان وهذا المر يلق بكبره ما شاء الله تبارك الرحمن هي والله اول مره انا اجي هالمر يلق أقولكم بالصالق صليج ما شاء الله تبارك الرحمن الحين هذا قسم واحد شيء أقسام يمين يسار والله ما أدري لكن أنا ما أدري أنا المهم جاي طارت عماركم الحين حريم داخل مارو ما صور الماجد للعود
هذا تبيعينا، هذا حين جاينا جاي لأجل هذا المكان. كمارو ما صور وسب من حريم حين صبهم يظهرون حريم برح يصور لكم. هلا أبوي مرحبا بطلة أعماركم، غير التصوير إن شاء الله بكرة راح يكون الماجد للعود، بكرة إعلاننا عند الماجد للعود أول الله بكرة بيكون الساعة 6 المغرب. أنا عادة طالة أعماركم قبل ما أسوي أي إعلان لازم أي أطالع أشوف أكشف المكان. الماجد للعود معروف زين ما زين وأعرف زين ما زين وسوينا لهم أكثر عن مرة، لكن الموقع أنا ما أعرفه، فحبيت أني أي أطالع الموقع أشوف المحلات المجاورة له، لقيت المكان ما شاء الله ماخذ الصدارة الماجد للعود، ومرة في وجه المدخل. فلذلك إن شاء الله بكرة طالت أعماركم بيكون تصويرنا في المكان المميز. ميل اسماء فيه ولا والدم وابو محد اللي أنا ومنهل قاسي لايم هناك. تعال عبد الرحمن تعال بليز تعال تعال يلا شيف تعال يلا أفرح موضوع عبد الرحمن دق داقة يشرب حليب الناقة يبالي حرمة زينة تصبح تجحل عينه عبد الرحمن دق داقة يلا لا لا عبد الرحمن دق داقة يشرب حليب الناقة يبالي حرمة زينة تصبح تجحل عينه يلا انت حين قول 1 2 3 عبد الرحمن دق داقة يشرب حليب الناقة يبالي حرمة زينة تصبح تجحل عينه تشحل عينه. عبد الرحمن دقداقة يشرب حليب الناقة يبالي حرمة زينة تصبح تشحل عين. شو هذا؟ جرجع مناحيز لكم بعد كورونا واو اللي يب ابو يضرب السكر ويضرب الضغط اي هالمكان كل حلاوه وين ما تصد كلها حلاوه حلوه حلاوه ها وين ما تصد لكن انا جاي ارويكم هذا شوف اسمعوا بي هذا بلوادم برميت هذا هو البرميت سمعتوا بالبرميت برميت هذا برميت الاصلي الاولي شفتوا البرميت هذا البرميت مليون نمونه عاديه فيه شيء على طعم العناص وشيء طعم ما ادري شو طعم اللومي طعم الفراوله واليح والشمام مليون طعم ولذيذ لذيذ 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 نحن عندنا برميت والاجانب عندهم موجود من سوى الدنيا هارد كاندي يسمونه هارد كاندي ونحن ابوي في دول الخليج يعني بالاحرى باللهجه المحليه يعني برميت وهم هارد كاندي يا ربي اسمه يجلع الكب جلاع عندهم ونحن معدلين مبسطينه برميت وهم هارد كاندي يا الله يا ثقات الطينه هارد كاندي ونحن ابوي هذا ما زين الاسم اللي عندنا باللهجه البارده برميت فرق بين برميت وهارد كاندي خيبة هلا اسم روحه يجلع الكبد تحوم كبدك لين يظهر تخون انك تاكل منه تكنسل من تسمع الاسم هارد وكاندي خلاص ما تبغى ما تشوف الشكل جميل وفنان لكن الاسم غليظ فلذلك برميت الناس كلها بتاخذه برميت من اول شيء زين مية مية مايا راعي البحر ما باه أبا وليد عمي بخن يا را ورداه قابض خطام الصفرة الصفرة ويلوح بعصاه حكو يا كبدي ما يوزوني عبدي يا مزنني عبدي العبد عبد ابوي
عبد ابوي والمال مال اخوي ومال مال اخوي بقارتنا يا الصفرة بقارتنا يا الصفرة يا مشراع الجديد يوم عشرة الجديد ربي يعطيك الدانه ربي يعطيك الدانه ربي يعطيك الدانه ربي يعطيك الجانه الدانه الدانه توفيق حمد وتزيد توفيق حمد وتزيد وتشرم الدكانه وتشرم الدكانه زين لا ناكل الساقة ولا نستلده ما ناكل السادة لا ناكل الساقة ولا نستلده ما ناكل السادة ولا نستلده لا ناكل الساقة ولا نستلده ما ناكل لا ناكل الساقة ولا نستلده وليه دوم أقولكم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء هتستعيب من الليين ويجيب من وياهن العمال الوافدة ويلبسونهن اليونيفورم مال الخدمة اللي في البيت ترى هاي حرمة أنثى حالها من حالك أنت ما بخير عنها يوم تقلصينها وراك بيونيفورم حليان طماط وصلصة وكتشب وما أدري شو يونيفورم حوح ومعال زنوبة في ممشى مثل هذا طوله طول عرضه عرض يعني هالعالم هكلها تخلين الناس يعني شوف العالم الله عليكم في نص هالعالم ترتربها تسحبها وراها يعني ما بوحدة ولا بنتين ثلاثة أربع شفت والله لبسات بسكارات العمال الوافدة يونيفورم الخدمة ترى هاي ظهرة مكان عام لبسيها لبس زين فقيرة ترى هاي مكتوب محسوبة عليك ويعني أتوقع أن الشيء مخزي تقريبا أن تشلين العمال الوافدة المساعدة في البيت وتخلينهن بثياب الشغل ما عليه قابضة ولاش هاي ولا قابضة بنيتك هذه لازم تكون شوية أرتب عن هالنمونة يعني أنت داسة بالحيل كله وها ها 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 لا بمخليه سمن ولا بمخليه بهذا الإشارات الياوي وريحة العطبة وريحة من العطر حاطها في النشارات شفتوها الميسو اللي حطيت عطر ربه اللي حطونا ويا الحنة نبي شيء في الغزل حاضرين يقول أمهل الطارش عسى تجزأ من إلهك خير وإحساني قيس ساعة واظهر الرمزة من خوافي بالجناني مثل طرزة ما يرى طرزة كل نوى اللعبها فناني يشبه الجيون على المغزة هد بهنا الصيح لو زاني في عباه عبيدنا بعزة عزوت اللي في اللقاحاني شاعر لوى عن العجزة للعلا والعز والشاني فاسن في الغمز واللغزة ما يبال الرد عواني له تزت مهجتي ومزة للشعر قلبي وشقاني هو نظير العين والكنزة هو السيد وسلطاني في بلادي ما يبقى مغزة غير دون الخوف ومحاني واشقا من فارق ويزة عن لذيذ القوت يا فلاني كيف يحلى عيش من يحزب الشراب البارد الهاني من ذكر العتيس من ذكر الهليس له معزة فيه هواه انزان وانشاني بومبيس وذفن وفرزة لولو انحازه ومرزاني والخشم كالسيف لي برزة وانتهى في شف زفاني كافها وكافها حرزة عن دواهي كل عيان عيان المهم طالت عمالكم اليوم الممشى ما يشلم العرب ممزور يمي اللبادب ممزور والفئة العظمى الأكثرية كل العنصر النسائي كل العنصر النسائي شوف فوق شباب هناك خمسة أو ستة ترى ظهرت شوي ولا ما عليه وأكيد ما فيك خاف تقولي لي مسح الفيديو وما أدري شو تراني المهم يوم وصلت أنا جاي طارت عم كنت خلصت الخمسة كيلو وصلت طارت عمالكم هني عدى المطعم هذا هناك وانا عند الجسر يا ستكلم للمزون مزون الحميري من مصر كلمتني هي وابوها مزون اعلامية سولفنا مع السلامة تخطيت عقب ما سكرت عن مزون الاعلامية دقيقتين ما وعيت بني تذكرني ومحمد يوم طلعت ولا هذا بعد اعلامية مهرة
مهرة كيف حالك؟ الحمد لله طيب. شو هالصدفة؟ والله انها صدفة. ايه اتكلم المزوم. ايه هي في مصر وانا اعرف انها في مصر يتكلم. البارحة انا ويا ياسر وياسر هني في نفس المكان. سبحان الله طاقة جد. سبحان الله. انا طاقة جد. ايه ما اقول عن شيء. مهرة بنت اعلامية في إذاعة دبي. شو البرنامج اللي تقدمينه مهرة؟ أقدم برنامج الصبح يوميا اسمه صباحكم سعيد، بس برنامج تستانسون عليه. عبارة عن شو؟ هو يعني نحن أثقال وقت من 7 إلى 10 ناس طالعين يسوون دوامات ويودون عيالهم. نعم. فنحن نونسهم من الآخر. أها. ترى بالنسوالف محمد ضحكوا وناس حتى نحن بالبرنامج سلمونا. شو اسم برنامجكم؟ صباحكم سعيد. على اي قناه؟ على اذاعه دبي 93. نزلوا تطبيق اوان بعد. اعلان